مشاهدي قناة جارية نيوز، السلام عليكم. كان حلو لقاء جديد معكم. وبنفس العملية تقديم وجبة الإفطار للصائمين بالمجان، لكن هذه المرة جمعية ليكاف تستضيفنا في مسجد باريس. هذه الجمعية ديال الطلبة، يعني الطلبة كيتسجلوا عبر الانترنت وكيعطيهم واحد الوقت وكيجيو هما ياخذوا ديك القفة ديالهم. يلا نمشيو نشوفوا هذه العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في شهر رمضان، في الشهر الثاني، في العشر الثانية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال هي عشر المغفرة، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر عتق من النار. ونرى في هذه التظاهرة الإيمانية، التظاهرة الربانية التي نراها في المسجد من خلال هذه التبرعات وهذه الصدقات وهذا التضامن مع الطلبة ومع المحتاجين. فإذا هذا يبشر بالخير ويعطي لنا الضمان بأن هذه الأمة لا تزال بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. إذن فروح التضامن وروح الأخوة، وخاصة في رمضان شهر البركات وشهر القرآن وشهر التوبة وشهر يتضاعف فيها الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخصلة فيها بمثابة الفريضة، والفريضة بسبعين فريضة. إذن فلا شك أن هذه الصدقات تضاعف لأصحابها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الأحياء ويرحم بها الأموات ويجعلها في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله. ونشكر عميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس على هذه الالتفاتة وعلى هذا الحنو نحو إخواننا الطلبة والجميع بخير إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبعد عنا هذا الوباء إن شاء الله. هذا يبشر بخير على أن هذه الأمة لا تزال بخير إن شاء الله، ولا زال والحمد لله الأمة بخير ما داموا يتعاونون ويتضامنون بهذا الشكل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الخير في أمة سيدنا رسول الله إلى يوم القيامة. السلام عليكم، فؤاد ميلودي، رئيس جمعية الطلبة والإطارات الجزائرية هنا في فرنسا. قمنا اليوم يعني بتنظيم عملية تبرع للطلبة الجزائريين والطلبة المغاربة والطلبة المسلمين بصفة عامة من أجل قفة رمضان. يعني قفة رمضان هذه العملية الثانية، 250 قفة رمضان لكل طلبة المسلمين هنا في فرنسا في لا ريجون إيل دو فرانس باريس. وبإذن الله هذا القف هذا سوف تسمح للطلبة بالتركيز أكثر في الامتحانات القادمة، ويكون يعني راحهم مرتاح باش يعقبوا ليزك زعما. الحمد لله بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله. هذه العملية يعني قمنا بتنظيمها عنده يومين. يعني الطلبة يقومون بالتسجيل في بلاتفورم سواء انترنت في الموقع تاع الجمعية اللي هو dzbrains.org، يسجلوا المعلومات الاسم واللقب وبطاقة الطالب، ومن بعد نرسل لهم يعني ايميل باش يجيو يدوا الكولي اليمونتير. واليوم يعني هو الجورجي، يجي الطالب يقدم بطاقة الطالب ويدي الكولي تاعو، يعني متكون من حاجيات رمضان والشربة والمأكولات والحليب وكل المأكولات يعني الرمضانية. وهذه العملية يعني قمنا هذه العملية هي يعني عملية يقوم بها أرباب الأعمال يعني بالفينانسمون تاعها. ونشكر يعني أرباب الأعمال على هذه الفينانسمون ل 250 قفة الذي تكون من 10,000 يورو، يعني تبرعات كبيرة من طرف الجالية المسلمة هنا في فرنسا، ونقدم لهم بكل الشكر. يعني هذه العملية بإذن الله سوف تنتهي منا على ساعة. نشكر كل الطاقم اللي عاوننا في هذه العملية، ونشكر أيضا الطاقم تاع لا موسكي دو باري المسجد هنا في فرنسا، ونشكر أيضا مسيو الريكتور كي لا معنا اليوم، ونشكر أيضا كل أرباب الأعمال اللي جاوا معنا اليوم، ونشكر الجميع. والشكر الكبير للأخ خليل وأيضا القناة جالية نيوز. نتمنى لكم رمضان كريم وصحة فطوركم. السلام عليكم. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la mosquée de Paris pour une action solidaire. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'étudiants sont en grande précarité due à la situation sanitaire. Je pense que c'est notre devoir, nous, à la mosquée de Paris, d'organiser ce genre d'événement, d'apporter notre contribution grâce à l'association ECAF et grâce aux généreux donateurs. Aujourd'hui, on a renouvelé l'opération qu'on avait menée cet hiver. En hiver, on avait proposé plus de 150 couffins. Aujourd'hui, avec en plus le ramadan, nous avons été très sensibles et nous avons organisé aujourd'hui ce partage et cette donation envers nos étudiants, Inch'Allah. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anis, je suis étudiant à la Sorbonne en informatique.
Je viens pour la deuxième fois à la distribution des aides alimentaires à la Grande Mosquée de Paris. C'est vraiment convivial et ça permet de rencontrer des gens, d'autres étudiants, mais aussi de profiter des aides alimentaires pour le mois de Ramadan. حنا كنتواجدوا الان في داخل هذه القاعه اللي هما جامعين فيها هذه القفف اللي كيعطيو للناس داو الحاجات او اللي عندهم يعني دخل ضعيف. المكونات ديال القفه هذه فيها الاكل يعني فيها مواد ديال الغذاء وكذلك واحد الساشي ديال النظافه. الى جينا نشوفوا كاين مثلا الزيت كاين السكر كاين الفرماج كاين باكيات ديال الحريره الحريره يعني جافه كاين الصابون دونتيفريس الروز القهوه مطيشه يعني اي حاجه يحتاجها الانسان وقفه ما شاء الله عامره ماشي خفيفه اي حاجه يحتاجها الانسان في هذا رمضان هنا. مراسلكم خليل مجاهد جاليا نيوز باريس.